بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله القائل: كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه وعلى من سار على نهجه واستنى بسنته وسلك طريقه القويم إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، مرحبا بكم جميعا في هذا المقام، مقام العزاء في وفاة الشيخ المناضل المجاهد العلامة عبد المجيد بن عزيز الزنداني رحمه الله، وأسكنه فسيح جناته، ورفع مقامه في الصالحين، وأخلفه علينا وعلى الأمة الإسلامية بخير خلافة. أيها الإخوة الكرام، نظراً للوقت الذي يزحمنا فإننا سنفتتح هذا المهرجان واللقاء ومجلس العزاء بكلمة المناضلين يلقيها اللواء أحمد قرحش، فليتفضل مشكورا. هذا اللقاء في موقف مصاب جلل بالنسبة لرحيل شيخنا العلامة المجاهد عبد المجيد عبد العزيز السنداني، تغمده الله بواسع رحمته. كنت قد عشت اليوم أو اليومين الماضية مع التلفون والشبكة العنكبوتية التي نقلت وفاة الشيخ الزنداني. فرحيل الشيخ الزنداني بمرحلة عصيبة عاشها الشعب اليمني في حياته. لقد وجد الزنداني في مرحلة من مراحل ما بعد ثورة سبتمبر وأكتوبر، وكان قد بدأت حياته التعليمية في مصر الثورة من الطب إلى الأزهر، وعاش خلاف الطلاب
وتعرف على أبو الأحرار والثوار، العالم السياسي الشاعر الكبير، شاعر الشعب المطالب له أن يستيقظ، الشهيد محمد محمود الزبيري تغمده الله بواسع رحمته، الذي رافقه آنذاك كثيراً الزنداني بعد ثورة الأحرار، ثورة الشعب، حتى 1962 في وفاته أو استشهاده أي الزبيري. كان الزنداني 33 من الشباب، عبد المجيد الزنداني، علي عبد الله الواسعي، علي العصيمي، انتقلوا جميعا إلى رحمة الله من رفاق الشهيد، ومن رفاق الشهيد من زملائه ورفاقه الشهيد العلامة الحكيم الوطني العصامي عبد الرحمن بن حي الإرياني، فقد كتبت له الشهادة لأنه حضر ميدان الإعدام مرتين، ولم تكن حالة الأمر من إلهي في استقدام وتأخير قد حانت. والعالم الزعيم السياسي مؤسس الدولة لنظام جمهوري حديث وفيلسوف الدولة المناضل الأستاذ أحمد محمد نعمان والقاضي محمد السياغي وآخرين، كانوا هؤلاء في يوم تم فيه ذبح منبر الثورة بشاعرها وشاعر الحرية في اليمن الشهيد محمد محمود الزبيري، كلهم بين يدي الله، غفر الله لهم وجمع لهم ممن شملتهم مغفرته. الشيخ الراحل العلامة عبد المجيد شبع على تلقي العلم بالتحديد السني وحمل لوائه وكان من أبرز دعاته وتبحر في علومه حتى كانت مرحلة السبعينيات في القرن المنصرم فيه حمل راية الدفاع عنه. لا يسعنا إلا أن نقول رحمة الله على الراحل إلى رحمة الله الشيخ عبد المجيد الزنداني، وأدعوكم جميعاً لقراءة الفاتحة إلى روحه وإلى أرواح من تم ذكرهم، وجزاكم الله عنا خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحييكم الهيئة العليا للتجمع اليمني للإصلاح وأمانته العامة في مجلس العزاء الذي يعقد لفقيد اليمن والعالم العربي والإسلامي فضيلة الشيخ الإمام المجدد عبد المجيد الزنداني رحمة الله تعالى عليه، وإنها لوقفة مهمة في هذه اللحظات لنتذكر العهد الذي عاشه الشيخ الزنداني لوطنه وأمته، ونرحب بالحاضرين جميعاً كلاً باسمه وصفته. الإخوة الكرام، يتقدم هنا الشيخ عبد الله بن علي صعتر لإلقاء كلمة الهيئة العليا والأمانة العامة للتجمع اليمني للإصلاح. الحمد لله القائل: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، والصلاة والسلام على رسول الله القائل: مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل الغيث الكثير أصاب أرضاً فكان منها نقية قبلت الماء فأنبتت الكلأ والعشب الكثير، وكان منها أجادب
أمسكت الماء فنفع الله بها الناس فشربوا وسقوا وزرعوا، وأصابت منها طائفة أخرى إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلأ، فذلك مثل من فقه في دين الله ونفعه ما بعثني الله به فعلم وعلم، ومثل من لم يرفع بذلك رأساً ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به، وهذا متفق عليه. إن الهيئة العليا والأمانة العامة للتجمع اليمني للإصلاح تودع اليوم علماً من أعلام اليمن وعالماً من علماء الإسلام، كان له دور في مختلف مجالات الحياة، إصلاحي من صغره، نحسبه كذلك والله حسيبه، صالح مصلح، عالم معلم، فقيه محاور، سياسي له دوره في الحفاظ على ثوابت الأمة الإسلامية والوطنية في الدستور وفي مناهج التعليم مع إخوانه من الدعاة وعلماء اليمن الذين شارك معهم من البداية في الدعوة إلى الله عز وجل قبل ثورة 26 من سبتمبر وبعدها، كالأستاذ عبده محمد المخلافي والأستاذ ياسين عبد العزيز والشيخ با حميش والشيخ با عباد والدعاة المتقدمون الذين كان لهم الدور الكبير في التنوير وتبصير الأمة بدين الله عز وجل على بصيرة، كما قال رب العالمين سبحانه: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة. وكان منهج التوحيد في كتب التربية الإسلامية من تأليف شيخنا الزنداني رحمة الله عليه ورضوانه، كان ذلك المنهج الرشيد الذي يعتمد الدليل القطعي من الكتاب والسنة، كما كان له دور في نشر العلوم الشرعية ابتداء من عدن ومعهد البيحاني مع الشيخ محمد بن سالم البيحاني والشيخ با حميش رحمة الله عليهم جميعا، ثم بعد ذلك في جامعة الإيمان التي اعتمدت منهجا إسلاميا خاليا من العصبيات التي نشأت في ظل الاستعمار والتخلف، العصبيات العنصرية والمناطقية والطائفية والقومية
فتخرج الآلاف من العلماء من هذه الجامعة المباركة، وكذلك العالمات. لم يعرف الناس اسم عالمة من النساء من زمن طويل. بإمكانك أن تسأل العلماء أو تسأل من هم علماء مصر الذين تخرجوا من الأزهر، فأين العالمات؟ في مختلف دول العالم الإسلامي، لكننا اليوم نجد في اليمن المئات عالمات يحملن الماجستير والدكتوراه في العلوم الإسلامية المختلفة، في التفسير، في الحديث، في الفقه، في الاقتصاد الإسلامي. وقد أكرمني الله بابنتين إحداهما عندها دكتوراه في الاقتصاد الإسلامي، والثانية ماجستير في دعوة غير المسلمين. لقد نفعنا الله بهذا الرجل وبتلك الجامعة، نفع الله كل بيت، ووصل الأثر إلى العالم الإسلامي، إلى مناطق كثيرة في العالم. علم نافع، وهو الذي يبقى بعد الموت. ونحن نرجو الله عز وجل ألا ينقطع عمل شيخنا، فإن النبي عليه الصلاة والسلام يقول في الصحيح: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو ولد صالح يدعو له، أو علم ينتفع به. وهذه الجامعة المباركة جامعة الإيمان، ومن تخرج منها والعلم الذي انتشر في العالم، نسأل الله أن يكون لشيخنا الحظ الأوفر من أجله. وكان له دور في الثورة على الظل والاستبداد والكهنوت والتخلف الإمامي، كان له دور مع زملائه شهيد الزبير رحمه الله، والأستاذ النعمان، واللواء حمود الجايفي، والمشير السلال، والكثير والكثير، والقاضي عبد السلام صبرة، وهو الشيخ عبد المجيد متزوج من إحدى بناته، رحم الله شيخنا الثائر الحر المناضل. كان له دور في ثورة سبتمبر التي فتحت الباب للناس، فتحت الباب لليمنيين للتعليم، فصار من حق كل يمني بعد الثورة أن يتولى الرئاسة والحكومة والوزارة بدون تمييز مناطقيا أو بمهنة أو بلون. فتحت الثورة المباركة الباب ليتمتع الشعب بالحريات والتعددية السياسية وتشكيل منظمات المجتمع المدني، منظمات المجتمع المدني النافعة. فصار هناك جامعات خاصة ونقابات وأحزاب واتحادات ومنظمات تستفيد من كل الطاقات والمعارف والعلوم. وكان لشيخنا دور كبير في جمع كلمة الدعاة إلى الله، فتشكلت هيئة علماء اليمن اللي كان يرأسها، واجتمع الدعاة الملتزمون بالكتاب وبالسنة. هؤلاء هم علماء الإصلاح، التنظيم الذي ضم فئات الشعب المختلفة، العلماء وأساتذة الجامعات والإعلاميين ومشايخ القبائل
ورجال الأعمال والطلاب وقطاع المرأة. هذا علم من أعلام الإصلاح الذين نودعه اليوم، وكان داعية سلام ولم يكن داعية حرب، داعية سلام وقت الحروب، وكان رئيسا لمؤتمر الوحدة والسلام، وكان له أثر في التعددية السياسية. فنشأ اللقاء المشترك الذي نحن اليوم بأمس الحاجة إلى توسيعه ليضم إليه بقية القوى السياسية التي لم تنضم من قبل، ليكون الجميع في صف واحد لإسقاط الانقلاب واستعادة الشرعية وتحقيق السلام وفق المرجعيات المتفق عليها محلياً وعربياً وإسلامياً ودولياً، المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني والقرار الأممي 22-16 واتفاق الرياض بدمج كل القوات المسلحة تحت قيادة وزارة الدفاع وكل الأجهزة الأمنية تحت قيادة وزارة الداخلية. فهذا العالم العلم كان يجمع ولا يفرق، وعلماء علماء الإصلاح جميعاً، علماء الإصلاح جميعاً وقادة الإصلاح كلهم يدعون إلى الحوار، يؤمنون بالحوار، يرحبون بالحوار القائم على الثوابت الإسلامية والوطنية، وعلى ما أجمعت عليه الأمة. وهذا التنظيم المبارك كان من أهم مؤسسيه فضيلة الشيخ عبد المجيد الزنداني رحمه الله، وكان له دوره أيضاً في مجلس الرئاسة في التوفيق، في حين يوم كانت تنشأ الخلافات كان عامل توفيق بين الشركاء الذين وقعوا اتفاقية الوحدة في حينها، كان عامل توازن وعامل تقريب وجهات نظر، ولم يؤثر عنه إثارة فتنة ولا عصبية، وكان له دور أيضاً في إبراز علماء اليمن. ما كان الكثير يعرف عن علماء اليمن إلا بعد أن ظهروا في وسائل الإعلام وجمعتهم جامعة الإيمان القاضي العلامة عضو الهيئة العليا القاضي محمد بن إسماعيل العمراني عضو الهيئة العليا للتجمع اليمني للإصلاح، الدكتور عبد الوهاب بن لطف الديلمي رحمه الله عضو الهيئة العليا للتجمع اليمني للإصلاح، الشيخ عبد الرحمن بكير عضو الهيئة العليا للتجمع اليمني للإصلاح عالم المكلا، وكذلك مشايخ العلم الذين كان الناس يجهلونهم كالشيخ محمد بن يوسف حربة العالم عالم الحديث. فكان للشيخ دور في إبراز علماء اليمن لتعريف العالم بما عندنا من الجواهر المكنونة، واستفيد منهم في التدريس في جامعة الإيمان، وتخرج على يدهم الكثير والكثير. ونحن اليوم ندعو كل اليمنيين إلى التمسك بالثوابت الوطنية والإسلامية والاستمرار في الدعوة إلى الله تبارك وتعالى دون توقف، وعلى الناس الذين يحبون
الشيخ عبد المجيد رحمه الله أن يواصلوا مسيرته العلمية والدعوية. فأبو بكر عندما توفي النبي عليه الصلاة والسلام وقف في وجه المرتدين ومانع الزكاة وأدعياء النبوة والفرس والروم، لم يقل مات النبي عليه الصلاة والسلام ونحن علينا أن نموت بعده ولو كنا على قيد الحياة، بل واصل. ومات أبو بكر وواصل عمر وواصل المسلمون، ونحن على أبناء الإصلاح أولاً والدعاة إلى الله ضمن مؤسسة تواصل العلماء، لجنة التواصل وبقية العلماء أن يواصلوا. وكذلك على اللقاء المشترك أن يواصل المسيرة. اليمن تحتاج إلى توحيد الجهود السياسية والعلمية والدعوية والخيرية. اليمن تحتاج إلى الجميع، اليمن تحتاج إلينا جميعاً. ونسأل الله عز وجل أن تستمر مسيرة العطاء العلمي والخيري والدعوي والثوري، ألا يسقط النظام الجمهوري. علينا أن نتمسك بالنظام الجمهوري، ألا نقبل الاستبداد، أن نسلك مسلك الزبيري والزنداني والعمراني وبقية العلماء. أسأل الله عز وجل أن يحفظ علماءنا ودعاتنا والصالحين جميعاً والمصلحين جميعاً، وأن يحفظ آلهم وأولادهم، كما أسأل الله أن ينصر المرابطين في كل الجبهات في اليمن وفي فلسطين وفي كل مكان، أن يتقبل شهدائهم ويشفي جرحاهم وفك أسرهم ويحفظ آلهم الصالحين. وأسأل الله أن يؤلف بين قلوبنا وأن يعيد كل من هجر من بلده في فلسطين أو في غيرها إلى بلاده. وأسأل الله أن يجعل هذا الجمع جمعاً مرحوماً وتفرقنا من بعده تفرقاً معصوماً. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. جزا الله شيخنا الشيخ عبد الله ساتر على هذه الكلمات، وجزا الله خيراً أيضاً الحضور الكرام الذين جاءوا لأداء واجب العزاء في فقيد الأمة العربية والإسلامية الشيخ عبد المجيد ابن عزيز الزنداني. الإخوة الكرام، في هذه القاعة وفي القاعات العليا ننتقل الآن إلى كلمة العلماء والدعاة، ومع الشيخ عبد محمد الحاشدي. فنسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن من كان سبباً في هذا المكان أن يتغمده في أوسع رحمته، وأن يرفع درجته في المهديين مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. ليس أمامنا إلا أن نقول ما قال ربنا سبحانه وتعالى: وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. فإنا لله وإنا إليه راجعون. وإن موت العلماء كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يقبض العلم انتزاعاً ينتزعه من الناس، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبقِ عالماً اتخذ الناس رؤوساً جهالاً فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين: يذهب الصالحون الأول فالأول، وتبقى حثالة كحثالة الشعير أو التمر لا يباليهم الله بالا. فالعلماء لا شك ولا ريب إنهم ورثة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: وموت العالم ثلمة في الإسلام. وعند أن نودع عالماً كبيراً ملأ السمع والبصر
ليس خسارته على الشعب اليمني فقط، بل خسارة على الأمة الإسلامية كلها. فالشيخ رحمه الله تعالى كان صيته قد ملأ السمع والبصر، وإن وفاته خسارة على الأمة الإسلامية. شيخنا الشيخ عبد المجيد رحمه الله تعالى كما سمعتم من الشيخ عبد الله زعتر جهوده ومكانته وعلميته وحرصه، وأنا بالنسبة لي له علي فضل لا أنساه أبداً، ولا زلت أدعو له حياً وسأدعو له ميتاً، لأنه كان السبب في طلبي للعلم، هو الذي دلني على طلب العلم، وهو الذي أرسلني لأطلب العلم عند شيخنا الشيخ مقبل بن هادي الوادعي رحمه الله تعالى. وهذا يدل على وسع أفق الشيخ رحمه الله تعالى، فأخبرني وقال: إن كنت تريد العلم فاذهب فاطلب العلم عند الشيخ مقبل رحمه الله تعالى. فذهبت وطلبت العلم عند الشيخ مقبل رحمه الله تعالى، ومن فضل الله عز وجل علي أن كنت وصادة بينه وبين الشيخ مقبل رحمه الله تعالى. وهذا الكلام قد لا يسمع به أحد، وقد لا يطلع عليه أحد، ولكن هذه الحقيقة. وإن دل على شيء إنما يدل على حرص الشيخ عبد المجيد رحمه الله على جمع كلمة المسلمين، فكان الشيخ رحمه الله حريصاً على جمع كلمة المسلمين. ففي آخر حياة شيخنا الشيخ مقبل رحمه الله تعالى أنه أرسل إلي الشيخ الدكتور عبد الله بن محمد الحاشدي، وهو من دكاترة جامعة الإيمان، ماسك مادة الحديث، وطلب مني يقول إن الشيخ عبد المجيد يريد أن تأتي إليه. فكلمت شيخنا الشيخ مقبل رحمه الله تعالى وقلت له: هذا الشيخ عبد الله الحاشدي أرسله الشيخ عبد المجيد أن أتي إليه. قال: اذهب الصباح، وهذه السيارة وهذه مصاري في الطريق. فذهبت أنا والحمد لله ووصلت إلى عند الشيخ عبد المجيد. هذا الكلام مهم، لابد أن تسمعوه وتعوه لتعرفوا أن العلماء كانوا مجتمعين، وإنما كان هناك وسطاء ودخلاء يريدون أن يفكوا أو يفرقوا الصف، ويريدون أن يحارشوا بين العلماء والدعاة إلى الله سبحانه وتعالى. فوصلت إلى عند الشيخ رحمه الله تعالى وهو في مركز البحوث في التابع لجامعة الإيمان، ورحب بي وقال مرحبا. وأنا أقول لأنني قد كنت درست عنده، أول من درست على المشايخ درست على الشيخ عبد المجيد، وأبقاني عنده في بيتي 3 أشهر، رمضان وشوال وذي القعدة، ثم سافر إلى الحج وأرسلني إلى المكان الذي سمعتموه. وبعد ذلك وصلت إلى الشيخ رحمه الله تعالى وقال: أريد أن تكون وصادة بيني وبين الشيخ مقبل. قلت: هذا شرف لي أن أكون وصادة بينك وبين الشيخ مقبل. فقال لي: ارجع إلى الشيخ وقل له آية واحدة، قول الله عز وجل: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. فقط هذه الآية وهذه الرسالة التي أرسل بها الشيخ عبد المجيد رحمه الله إلى الشيخ مقبل رحمهم الله جميعا، أرسل إلي بهذه الرسالة وهي الآية: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. فرجعت إلى الشيخ في نفس اليوم وقلت: يا شيخ مقبل، الشيخ عبد المجيد أرسل إليك رسالة وهي آية من كتاب الله: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. فقال لي الشيخ مقبل رحمه الله: ارجع الآن وقول له كل خلاف يطوى، أي خلاف بيننا وبينه يطوى، أي يغلق، إلا مسألة واحدة نشكل فيها لجنة وهي الحزبية والديمقراطية،
وشكلت لجنة وشكلها الشيخ رحمه الله وشكلهم المشايخ رحمه الله تعالى. فرجعت إلى الشيخ رحمه الله وأخبرته، وفرح الشيخ عبد المجيد بهذه المبادرة، وفرحت أنا فرحا شديدا أنني كنت السبب. بعد ذلكم لا تسمعوا للمزايدات والكلام، ما حصل قد يحصل بين الأقران. فالإمام البخاري رحمه الله تعالى عند أن نعي إليه أحد العلماء وقال له، وجاءه وهو في الدرس: إن تبقى تفجع بالأحبة كلهم وفناء نفسك لا أبا لك أفجع. أتى إليه وكان بينه وبينه شيئا ولكنه تأسف عليه. في مرض الشيخ رحمه الله تعالى وبعد صلاة الفجر اتصل علي الشيخ عبد المجيد رحمه الله تعالى وقال: أريد أزور الشيخ مقبل. فقلت: مرحبا. كلمت الشيخ قال: مرحبا. فجاء الشيخ رحمه الله وأعلن في جامعة الإيمان أن من أحب أن يزور الشيخ مقبل فليزوره، وأنا سأزوره اليوم. فجاءت أمة من الناس لم ترى عيني مثلها، امتلأ المستشفى وساحات المستشفى وقاعات المستشفى بالوافدين الذي جاي يزور الشيخ. فجاء الشيخ عبد المجيد رحمه الله وزار الشيخ مقبل وأنا بجانبه، وأنا كنت مدير العلاقات من يزور الشيخ مقبل رحمه الله تعالى. وجاءه كل العلماء وزاره كل المشايخ، وعلى رأسهم كما سمعتم الشيخ عبد المجيد الزنداني رحمه الله، وجلس بجانبه وأرقاه الرقية الشرعية. ثم خرج رحمهم الله جميعا، ثم بعد ذلك سافر الشيخ مقبل إلى الرياض وتبعه الشيخ عبد المجيد إلى الرياض وزاره إلى الرياض. إذن لا تسمعوا للكلام وبعض الكلمات التي تحدث، وقد حدث بعض الكلمات وهي كما سمعتم من الوشاية والكلام، ولكن العلماء يقدر بعضهم بعضا ويترحم بعضهم بعضا. للأسف أنا أسمع إلى بعض التواصل الاجتماعي، لا تصغوا له ولا تلقوا له بالا. العلماء لا يمكن أن يسلموا. من ذا الذي ما ساء قط ومن له الحسنى فقط؟ ويقول الآخر من ذا الذي ترضى سجاياه كلها؟ كفى المرء مبلا أن تعد محاسنه. فالعلماء ما من حد إلا ويخطئ ويصيب، والمعصوم هو النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن تبقى للعلماء حرمتهم ومكانتهم. فرحمهم الله رحمة واسعة وأسكنهم فسيح جناته ورفع درجتهم في المهديين. وهذه الكلمة نيابة عني وعن إخواني لجنة تواصل علماء اليمن والأخوة هنا في مارب وهي المكونات. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرحم مشايخنا رحمة واسعة وأن يرفع درجتهم في المهديين في أعلى عليين مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا، والحمد لله رب العالمين. جزاك الله خيرا. الإخوة الكرام، رحل الزنداني رجل التوحيد وأحد مؤسسي الجمهورية الكبار، رفيق الزبير والنعمان، الثائر الحق وحامل مشعل الحقيقة، ولقد عاش عمره كله دقيقة بدقيقة، لم يعش لذاته بل عاش منذورا لحقيقة عليا، كان مملوكا لفكرة تتجاوز الزمان والمكان، رمزية عابرة للتاريخ. إن كان هناك معنى للخلود البشري ففي شخصية هذا الرجل تجسيد لهذا الخلود. لقد أنجز الرجل وعده لشعبه وأمته وبذل كل حياته من أجلها، ورحل محفوفا بالمهابة والمجد. رحم الله الشيخ عبد المجيد الزنداني، وإلى تلاميذ والطلاب الشيخ عبد المجيد الزنداني نماذج من هؤلاء يلقي عنهم كلمة الطلاب الشيخ الدكتور محمد صلاح، فليتفضل. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. في البداية نتوجه إلى الله تبارك وتعالى، نسأل الله عز وجل بفضله ومنه وكرمه وجوده أن ينزل على شيخنا الشيخ عبد المجيد الزنداني في هذه الساعة شآبيب رحمته. اللهم ارحمه رحمة الأبرار، اللهم ارحمه رحمة الأبرار، وأسكنه جناتك جنات القرار، جنات عدن تجري من تحتها الأنهار، واجزه عنا خير ما جزيت شيخا عن تلامذته،
وخير ما جزيت مصلحا عن مجتمعه، وخير ما جزيت داعية عمن يدعو يا رب العالمين. واجعلنا نسير على هذا النهج لا نضل عنه ولا نحيد عنه حتى نلقى ربنا تبارك وتعالى. إخواني وأحبابي الكرام، الحقيقة كل ما سمعته في هذه الجلسة حسن، ولكن أحسن ما سمعته، ولا يؤاخذني من تحدث قبل الشيخ محمد الحاشدي، أحسن ما سمعت وأحب ما سمعت إلى قلبي ما ذكره أخي الشيخ محمد الحاشدي. أسأل الله عز وجل أن يرفع درجته، ونريد أن تشاع هذه الثقافة عند الناس جميعاً. والله أن هذه الكلمة كأنها نزلت على قلبي برداً وسلاماً، ليعلم الناس أن العلماء وأن الأعلام مهما حصلت الوشاية فيما بينهم إنما هي ممن يزايدون ويريدون أن يوجدوا شرخاً في هذه الأمة. وأنا أقول لكم أعظم مما سمعنا من الشيخ محمد الحاشدي أن أخي الحبيب الدكتور علي بن الشيخ علي بن عبد المجيد الزنداني، أسأل الله عز وجل أن يعظم أجره، أرسل لنا يوم أمس صورة في المجموعة. هذه الصورة يقول التقطتها دون أن يشعر والدي، أبي لا يعلم بهذه الصورة، وهو على فراش الموت في المستشفى الذي مات فيه، يصوره من خلف، والشيخ عبد المجيد الزنداني يكتب الاتحاد، اتحاد العالم الإسلامي، الرؤية، الأهداف. انظروا يا إخواني، ليس فقط العلماء، اتحاد العالم الإسلامي وهو في مرض موته، الرؤية والأهداف. أما مسألة ما يمكن أن يلقى من طلاب الشيخ عبد المجيد الزنداني، لا أدري لما رشحوني، مع أن من هناك من هو أفضل مني وأكثر مني ملازمة للشيخ، لكني أقول لمن أراد أن يعرف ما معنى جامعة الإيمان أو ما معنى جامعة الإيمان، كنت في هذا الشهر الكريم رمضان الماضي أصلي ليلياً في الأزهر، ووالله يا إخواني ما ليلة قام عالم من علماء الأزهر يتحدث بين الركعات في التراويح إلا وهو يقول الأزهر والأزهر والأزهر أوصل العلم إلى كل أصقاع الدنيا، وهو كائن. نحن لا ننفي دور الأزهر، لكن أيضاً جامعة الإيمان. من أراد أن يعرف منهج الشيخ عبد المجيد الزنداني ونتاج الشيخ عبد المجيد الزنداني هي جامعة الإيمان. الشيخ عاش حقبة مجاهداً، وعاش حقبة في هيئة الإعجاز هناك في السعودية، لكن ثمرة جهده ونتاج علمه هي جامعة الإيمان. وأنا أقول لمن يريد أن يعرف باختصار، كنا في قريتنا أو في المكان الذي نحن منه خمس قرى، والله خمس قرى، نصلي الجمعة عند فقيه يبلغ من العمر 80 سنة، فإذا مرض الفقيه علي محي الدين رحمه الله نصلي كل الخمس القرى ظهرا، لا يوجد خطيب يخطب بالناس، ما في خطيب، بفضل الله عز وجل. ثم بفضل الشيخ عبد المجيد الزنداني أصبح تلاميذته يغمرون اليمن، لا أقول كل اليمن، بل ملأ سمع الدنيا وبصر الدنيا من خلال تلاميذته. فإن شئت أن تسأل فاسأل إلى المراكز العلمية التي في شرق آسيا، من الذي يقوم عليها غير تلامذة الشيخ؟ ولو شئت أن أسمي الآن لسميت لكم العشرات من الأسماء من يمسكون المراكز الإسلامية من شرق آسيا إلى أوروبا إلى أمريكا إلى كل مكان. هذا كله بفضل الله عز وجل، ثم بفضل الشيخ عبد المجيد الزنداني. نم يا شيخ، فوالله ما مت، وما ماتت فكرتك، ولا ماتت دعوتك، والله أن الأعمال تأتي إليه تترى وهو في قبره، وتلامذته لا يبرحون يدعون له. ووالله لقد قلت غير حانث ولا مبالغ، ما رأت عيني في التاريخ الحديث أعظم ولا أجل ولا أسمى مكانا من الشيخ عبد المجيد الزنداني، أسأل الله أن يتقمده بواسع رحمته. إذن أيها الكرام، شكراً للدكتور محمد صلاح. التجمع اليمني للإصلاح بالمحافظات يلقيها الأستاذ علي صوفان. الأستاذ علي صوفان، أهلاً وسهلاً، تفضل أستاذ علي. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيد المرسلين وخاتم النبيين
سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أصالة عن نفسي المكلومة ونيابة عن قيادات المكاتب التنفيذية وجميع منتسبي التجمع اليمني للإصلاح وزملائي تلاميذ وطلاب ومحبي الشيخ وشعبنا اليمني الصابر المحتسب شيخنا وإمامنا فقيد الأمة سماحة الشيخ عبد المجيد بن عزيز الزنداني رحمه الله تعالى، الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. أقول قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن العين لتدمع وإن القلب ليحزن، ولا نقول إلا ما يرضي ربنا، إنا لله وإنا إليه راجعون، وإنا على فراقكم شيخنا لمحزونون. آمنا بالله تعالى وآمنا بقضائه وقدره وتدبيره وحكمته، وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمراً أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، فالحمد لله رب العالمين. أهل الفقد والوجد جميعاً، كل باسمه وصفته ومكانته، مشاعركم وشعوركم وأحاسيسكم وما يجول في خواطركم وكلماتكم نثراً وشعراً جمعتها وأعدت صياغتها لألقيها في هذه اللحظات الفارقة في مسيرة شعبنا اليمني الكريم، في رحيل علم الأعلام وإمام الأئمة وبدر التمام الفارس الهمام والأسد الضرغام سماحة شيخنا عبد المجيد الزنداني رحمه الله تعالى، إذ لا يوجد داعية إلى الله ضحى وعلم وربى وصدع بالحق وجاهد واحتسب في مقارعة الباطل وخرج أجيالاً من الدعاة في عصرنا الحاضر في بلدنا يمن الإيمان والحكمة كالشيخ الزنداني رحمه الله تعالى، بل ما مر على اليمن مصلح اجتماعي وداعية رباني وملهم سياسي وحكيم عبقري وخطيب جماهيري لوذعي من عهد الإمام الشوكاني رحمه الله تعالى لم يمر عليهم كالشيخ الزنداني، فقد كان شيخ الدعاة وسيف العلماء وداعي الإيمان ومرشد المفتين وسراج العباد ومنار العباد ومنار البلاد وقوام الأمة وحارس الشريعة ولسان الحق وداعية الهدى، وكم أحيا الله عز وجل به قلوباً مؤمنة صادقة، وكم أمات الله به البدع والضلالات والخرافات والجهالات الكثير الكثير. فمثله في الأرض كمثل النجوم في السماء، فهو بحق نعمة الله على أهل اليمن وغيثه عليهم، وفقده مصيبة عظيمة وداهية كبيرة، فلله جهده وجهاده ودعوته وإرشاده. فقد كان الشيخ الزنداني أحد العباقرة الكبار في العصر الحديث، رمزاً من رموز الأمة وهامة من هاماتها السامقة وداعية ملهماً من دعاتها، فقد قضى حياته مجاهداً في سبيل الله لإعلاء كلمة الله تعالى، محاولاً إصلاح المجتمع وتربيته التربية الإيمانية على منهاج النبوة، ففضله على اليمن لا ينكر،
ودعوته في الأقطار أشهر من أن تذكر، كان علماً عاملاً ويعد رحمه الله تعالى هامة وطنية عملاقة وشخصية جمهورية بامتياز، وركناً أساساً من أركان تثبيت دعائم الحرية والشورى في اليمن، وعنواناً بارزاً في نشر ثقافة الوعي المتزن والوسطية والاعتدال، ونبذ ثقافة الكراهية والتمييز العنصري والطائفية والطبقية المقيتة، وشخصية اجتماعية أسهمت في محاربة الطبقية والفوارق الاجتماعية، وهو ما جعله هدفاً لكل الطامعين والمتضررين من منهجه السليم ورؤيته المتزنة. وقد كان له الدور الكبير في الجانب التعليمي والتوعوي والإرشادي والثقافي والقيمي على الساحة المحلية والعربية والإسلامية، وقد ترك أثراً ملموساً وحضوراً لافتاً، حيث كان له دور بارز عبر كتبه ومحاضراته المتميزة ونشاطاته الواسعة وتقلده عدة مناصب تعليمية وإرشادية وسياسية منذ السنوات الأولى للثورة، في خطوة رائدة لجمع الكلمة ولجمع القول بالعمل والتأليف بالتنفيذ، وقد ختم مسيرته وحط رحاله في مؤسسة العلم الشامخة ومنارته السامقة، حيث أسس للعلم والعمل جامعة الإيمان فك الله رفع الله شموخها وأعادها للقيام برسالتها، فقد تخرج منها آلاف الدعاة والعلماء والقادة والمصلحون وحملة الراية ورافعوا الفنار، من لهم الأثر المبارك والفعل الحسن على امتداد العالم الإسلامي وغير الإسلامي. أنت الذي عرفكت أطار الدنا، أنت الذي عرفتك أقطار الدنا، متخصص الإعجاز والإيمان، مستخرج الدرر الثمينة للورى من قاع بحر العلم للشطآن، رجل الحوار الفذ في ميدانه، ولنعم فارس ذلك الميدان، سكت اللسان عن البيان فهل ترى تتحدث الأعضاء دون لساني، وترنح القلم النحيل فهل ترى سيخر أم سيقر بين بناني، وطغى على الشعر الشعور فهل ترى يبقى له وزن من الأوزان. عزاؤنا لأنفسنا ولأبناء وأسرة الشيخ الراحل ولقيادات ومنتسبي التجمع اليمني للإصلاح وجماهيره وأنصاره ولكافة أبناء الشعب اليمني والأمتين العربية والإسلامية، سائلين الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته وأن ينزله منازل الأخيار وأن يجعله رفيقاً للنبيين والصديقين والشهداء وحسن أولئك رفيقاً، وأن يخلف على الأمة من بعده بخير، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وصلنا إلى ختام هذا المجلس، مجلس العزاء الذي تعقده الهيئة العليا للتجمع اليمني للإصلاح وأمانته العامة لفقيد اليمن والعالم العربي والإسلامي فضيلة الشيخ عبد المجيد الزنداني. الآن الأخ الدكتور عبد الله الوشلي ليختم لنا بالدعاء للمرحوم رحمه الله تعالى. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم اغفر لفضيلة العلامة الشيخ عبد المجيد بن عزيز الزنداني، اللهم اغفره، اللهم اغفر له وارحمه وتغشاه برحمتك الواسعة، وافسح
له في الجنة يا رب العالمين. اللهم ارضى عنه رضا لا سخط بعده. اللهم اجعله مع نبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. اللهم ارضى عنه رضا لا سخط بعده. اللهم ارضى عنه رضا لا سخط بعده يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك العفو والعافية ورضاك يا رب العالمين. ربنا إنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكن من الخاسرين. اللهم إننا في هذا المجلس وفي هذا المقام نستنصرك، فانصرنا يا رب العالمين. اللهم انصر المجاهدين في جميع جبهات القتال، وثبتهم واربط على قلوبهم وسدد رميتهم وحقق أهدافهم يا رب العالمين. وانصر إخواننا المجاهدين في غزة وفلسطين، وعجل بنصرهم يا رب العالمين. وعليك بكل من تعاون عليهم، اللهم اهزمهم، اللهم اخذلهم يا رب العالمين، وعجل بنصر أهل غزة وفلسطين يا رب العالمين. ربنا إننا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.